السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم بغيت نصايب معكم طاكوس منزلي، كيجي زوين بزاف وكيجي صراحه احسن من ديال الزنقه. مع ديك لاصوص حتى هي كتجي معاه. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. انا كان يسحب لي واش كنصور، ولكن ما كنصورش من الاول. تما عندك البصله مشحره غير في الزيت، الكفته حتى هي مشحره شويه تاع الزيت، وشويه لا موطارد، وغادي ندوزو للدجاج. لا الا عندكم البزار زيدوه، لا تزيدوا البزار لحقاش انا ما عنديش. غادي نزيدناه شويه تاع نعوض فيه، لا باش ما عنديش ونسيت ما جبتوش. هو الدجاج ديالي من بعد ما تشحر مزيان، هنا عندي كاس تاع الحليب وعشق كبيرة تاع مايزين، غادي نزيدو على هاد الدجاج ديالنا. هنا جبت هادي باش نصفي، باش نتفادى دوك الفايبايبات تاع مايزينا، نبقاو نشفي. غادي نحركو مزيان وغنخليو الخليط ديالنا باش يختار. هاد المرحلة ملي يولي الخليط ديالنا بحال هكا يولي خاتم يعني عقاد، كنزيدوه الفرماج، الفرماج الأحمر ولا أي فرماج عندكم، وصافي كنطفيو عليه. هنا إن شاء الله غادي ندوزو نصيبو لاصوص، غنديرو عشق كبيرة تاع مايونيز. هنا ان شاء الله غندوزو نصايبو لاصوص لي غنديرو للطاكوس ديالي. عندي هنا عشق كبيرة تاع مايونيز، جوج عواشق تاع ياغورت طبيعي، عشق صغيرة تاع مطيشة الحب، و شوية تاع مسلو، عشق صغيرة تاع هي، وعندنا هنا الهريسة على حساب نتوما كيفاش كتبغيوها، كيفاش كتبغيو الحار. غنزيد شويه تاع التحميره غير شويه، وشويه تاع الملح، وغادي نطحنوا هذا الشيء. غادي نطحنوه بهذا سميتو هذا الخلاط. هي من بعد ما طحنات، تقدروا نتوما الا كتعجبكم البصله تخليوها غير تقطعوها رقيقة وتخليوها هكا يعني بلا ما تطحن، كل واحد والاختيار ديالو. انا فضلتها هكا تكون مطحونه. دابا بقى لينا ان شاء الله غندوزو نعمرو الطاكوس ديالنا، وما بغيت نشارك معكم الفطور ديالي المتواضع. المهم البنات، من بعد ما طيبت هادشي غادي ندوز دابا ان شاء الله نعملو الطاكوس ديالنا. هي الكفته، البصله، الدجاج، ها لاصوص اللي صايبنا، ها البطاطا حتى هي قليتها. دابا ان شاء الله غادي ندوز نعمرهم. المهم البنات، من بعد ما طيبنا هادشي كامل دوزنا نعمرو الطاكوس ديالنا. ها هي الكفته، الدجاج، البصله، هذا حتى هو البطاطا قليتها حتى هي، لاصوص اللي صيبت معكم، وهذا هو الخبز ديال الطاكوس غير انا شريته. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو نعمرو. ماما طاكوس، بسم الله نديرو لاصوص. ترجمة
شفتو تجي بابا هاد الدجاج كنديرو ليه سميتو راه كيجي زوين كنديرو له بطاطا من الفوق عندي فرماج ديال تاكوست بسم الله غادي نسد وغادي نولي نحطو فشي طبسال البنات من بعد ما درت تاكوس ديالي في البانيني دابا بغيت نشارك معاكم هاد الرسمه تاع الشيء يعني ماشي شي حاجه انما كتجي زوينه كنديرها حتى كطيب وكنزيدها الحليب من بعد كنزيد ليها الزعتر كتجي زوينه بزاف بزاف صدقوني يعني الزعتر هكا كتشدو كنحكو كنحكو في يدي بحال هكا بحال غنديرو البيتزا ولا شي حاجه وكنديرو فيها شحال هادي وانا كنديرها في رمضان ديما كنبدل بيها هكا كندير الحريره الحامضه يومين والنهار الثالث ديما كندير هادي هكا باش كنمشي رمضان كامل صراحه كتجي زوينه بزاف بزاف صدقوني جربوها غادي تعجبكم مهم البنات هو الطاكوس ديالنا من بعد موجد راه صدقوني كيجي زوين بزاف بزاف وها هي لاصوص اللي تحضرت معكم اللي درت له لداخل راه كتجي معاه هذا هو تاع ولدي ما كنحط له لا لاصوص وما نحطرش ليه فيه هو لحقاش ما كتعجبوش المهم كنتمنى يعجبكم وتجربوه راه كيجي زوين بزاف المهم البنات من بعد ما فطرنا جلست ارتحيت شويه انا تجمعت الماء عند الكوزينه بحال هكا باش نقيها شويه ونغسل دوك الماء نتاع الفطور راكم عارفين شحال ديال الماء كيبقى مرا الفطور واخا الحمد لله حنا غير قلال الناس اللي كثار تبارك الله ولا يكون عندهم الماء بزاف المهم كنتمنى لا فيديو ديالي تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم بحال ديما والى عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق الى اللقاء الى فيديو القادم ان شاء الله